بجد احلى وجبة ممكن تاخدوها في الفطور كده، في العشاء كده، مع كوباية قهوة، مع كوباية شاي كده، وطماطمية كده، بجد بيبقى ليه لذة كده فظيعة، مش قادرة اوصف لكم بصراحة. ده الزعتر اللي انا بجيبه، وليه فوائد كمان كتيرة حلوة. ده الزعتر بجيبه من عند كارفور، تمام، من عند ابو عوف. هو مش الربع يعني، والله مش غالي قوي، مش عارفة بكام، ب 11 جنيه كده يعني، ب 11 جنيه. بصوا بقى الطريقة بتاعته ازاي. بنجيب نحط الزعتر كده في اي بولة، تمام، وبعد كده بنضيف عليها زيت زيتون. مينفعش نحط اي زيت تاني عشان احنا بنعمل دايت، فنضيف عليها زيت زيتون، بيبقى طعمها حلو قوي. ممكن كمان يضيف سمسم، سمسم طبعا دهون صحية مفيهوش اي مشكلة. اتكب مني اتكب مني. كده انا هو اتمليت البرطمان، وكمان انا هضيف له سمسم لان هو جاي المره دي معلوش سمسم كتير، فلما اجي اعمله هحط له سمسم، عشان كده زي ما انتم شايفين البرطمان اتملى، فمش هعرف اضيف له سمسم، فانتوا ضيفوا سمسم عليه. كده بيبقى بالشكل دوت. كده انا عاملاه، تاخدوا بقى كده على توستايه كده، على ربع رغيف، نص رغيف كده، سخن 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 ايه. بجد بيبقى حلو قوي، جربوه بقى لو انتوا لسه ما جربتوهوش، جربوه هيعجبكم قوي.